السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا المنتزه موجود في مدينة سويد الشيخ. المياه التي تشقه خرجت من هذا الجبل، خرجت من هناك. هذه المياه ولا تسمعوا هنا إلا خرير الماء. المكان خاوي على وسعته، مع أنه يمتلئ عن آخره في الصيف. أما الآن أنا أتجول داخل هذا المكان، لا يوجد إلا القليل من الناس. منبع الماء، هنا يخرج الماء، ثم بتغبلت هنا تخرج المياه كما ترون. من هنا تخرج المياه المتدفقة إلى الأسفل. سبحان الذي يجعل المياه منهمرة من الجبل. من هنا تخرج المياه. السلام عليكم.